المرشح الثاني للفوز بكأس العالم الأرجنتين. السعودية هتلعب كويس بس الأرجنتين لا تكسب في الآخر. Team capable of beating Saudi Arabia without Messi. أتوقع إن الماتش ده ينتهي بنتيجة كبيرة 4-0. Argentina to come out there and really send a clear message. Argentina just gonna get in, get out, take their three points. 3-0. No. Please, only one, please. I expect that Messi scores 3 goals. ويكفي إنه عندهم ليونيل ميسي. اعذروني بس صوتي راح. مع من؟ مع ميسي. شباب في حد شاف ميسي؟ ميسي وينه؟ كسرنا حيله. السعودية ما تحتاج تعريف، يلقبون منتخبهم بالصقور الخضر. الصقور الخضر يا فخر البلد. وشعارهم في كأس العالم قدام. بصراحة تصنيفهم في الفيفا يعتبر وايد قليل، 53 عالميا. It's gonna be like a practice match for us. For practice. Just a practice. صباح الخير. مباراة ساعة واحدة. احنا موجودين هني مع مسيرة الجمهور السعودي ساعة 9 الصبح. يركبون الخيل الكبير. اوه الباصات هناك كلهم الجمهور السعودي قدام. 120 باص. كلهم جايين من السعودية عشان الجمهور السعودي. السعودية وكأس العالم، هذه المشاركة تعتبر السادسة لهم، يعني عندهم خبرة المفروض. أكبر إنجاز لهم وصولهم للدور الثاني في كأس العالم في سنة 1994، بنفس سنة ولادة الأسطورة. أنا أكيد تذكرون جول سعيد العويران. سعيد ما كورة سعيد بيحاول يعدي راح اثنين هيصلحها هيشوف سعيد في جول جول. قبل أربع ساعات من المباراة وأنا لابس قوية بين جمهور سعودي والأرجنتيني لأن هما بعد مجانين ترى وحنا مجانين بعد وهذه أول مسيرة رسمية في كأس العالم قطر 2022 كان مسيرة الفوز في العادة بس أنت سويتوها قبل المباراة احنا سويناها قبل وإن شاء الله أن فريقنا اليوم أو منتخبنا اليوم يشرفنا بإذن الله أجلتني كلمة يشرفنا أي بيشرفنا عشان ما نقول يفوز الله يا شمالها لجنوبها ما فهمتها انت من وين انا من السعوديه بس نحبكم ووايد عز علينا انت كان بحريني السالفه عشان نكون واقعيين سبقوا ونلقموهم هزام تاريخي في المونديال 8-0 من المانيا ويسجل الهدف الالماني الثامن 5-0 من روسيا السادات والخامس يا ساده فالكل خايف من هالمباراه ميسي في عز عزه يعني فايز تو بكوبا امريكا غالبا اخر كاس عالم له في تاريخه فيعني كل الاسباب تقول بيشلخونه دوسري ولا ميسي لا سالم الدوسري سالم هو احسن اكيد ميسي في الجيب وينه هنا في الجيب ميسي سالم الدوسري ولا ميسي سالم اكيد خلاص سالم ميسي برا القائمه برا القائمه برا خلاص جرب ولا ما نجرب؟ جرب هل بليه بينهي مسيرة ميسي؟ ميسي هنا حبيبي انتهت مسيرة ميسي حبيبي عطهم ميسي نو دي ماريا نو ميسي نو دي ماريا هل البليه بينهي مسيرة ميسي اليوم؟ بيلعب في حسبته بيتكحل ويلعب في حسبته أستاذ هوسيه اليوم 80,000 شخص يكفي وهذه نفس الملعب اللي يلعبون فيه النهائي ان شاء الله. What do you think of the weather? This weather is not good for the Argentine team. We can play with any weather. It's very hot for me. The weather doesn't matter. The weather doesn't matter. In the moon. In the moon. Oh. Arranca Messi va por la derecha el hombre del Barcelona la tiene Messi va gambeteando gente está tocando la pelota sobre el sector derecho siempre Messi otra gambeta centro toque otra vez el Kun Agüero para Messi ahí está Messi encaró tiró gol. الجمهور السعودي معروف بتعصب يعني مستحيل تشوف جمهور الهلال قاعد يشجع جنبا بجنب مع جمهور الاتحاد مثلا ابدا الا مع المنتخب الموضوع يختلف تماما شنو صاير اوه على اللاعبين يسوي الخطه حتى الجمهور يسوي الخطه واو نرفع الشالات نغني مع المشير الوطني السعودي Yeah!
خامسة. أهم لاعب لاحظت ان الجمهور السعودي محلل يعني يعرف احسن لاعب يعرف مين بيطلع في الاصابات القديمه فين يشجعون بعض يا عيال يا عيال صوت اعلى. اغرب شيء صار لنا بين الشوطين رحنا نتغدى وكان زحمه فجاه سمعنا صراخ فالكل شيء التفت وقال يعني اكيد الارجنتين يابو جول الا اللي قاعد يصرخون لابسين اخضر ركيض للملعب وصلنا دخلنا الملعب والجمهور السعودي مولع ما عطونا مجال دقايق وانكتب التاريخ يا جماعة22/11/2022 السعودية فازت 2-1 على الأرجنتين المرشح الثاني لكأس العالم عشنا هستيريا فرح لحظات للتاريخ ما بننساها طول حياتنا بنخبر فيها أحفادنا إن شاء الله يا رب توفق الأخضر في الجاي يا رب توفق الأخضر في الجاي يلا نقيم في المنظر عطيتهم 8 حبيت شلون الكل لابس أخضر أحس كان ناقصهم إنه يسوون حركات غريبة ثياب حركات في الجماهير سمعت إنه كان عندهم تيفو بس تكنسل في آخر لحظة في التشجيع 7 الشوط الثاني ما عليه كلام أكيد 10 بس الشوط الأول صعب كنت تسمع كل الجماهير كانوا الرابطة صوتهم عالي اللي حولهم ما كنت تسمع صوتهم يمكن لأن الملعب وايد عود الهازيج 8 حب كبير للهازيج السعودية حبيت ان الكل حافظ والكل يغني من قلب في الاخلاق 9 والنقطة اللي انقصت بصراحة بسبة التدخين كل عرفنا التدخين ممنوع في الملعب لكن مع ذلك وايد منكم يدخنون في الملعب وحتى الحمام تحول الحمام مدرسة ثانوية في الفسحة دخان كل مكان اما الروح اذا اقدر احط اكثر من 10 حطيت لحظات التاريخ ما بننساها طول حياتنا تقييمي للجمهور السعودي من 10 8.4 أعلى تقييم جمهور في كأس العالم لحد الحين شباب 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 وين ميسي هنا وين ميسي وين هنا 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 هن
ودي أختم الفيديو بشيء، شكرا لكم على دعمكم لنا بالاشتراك بالنشر واللي شجعنا، وأبيكم ما تفوتون تغطيتي في باقي السوشيال ميديا، في إنستغرام، في تيك توك، في سناب شات، حصريات هناك لكم دايركت، محتوى مختلف تماما. عمر يجرب. سلام.